دخل المقابلة بعزيمة كبيرة ومحاولات من مفتاح أمام مرمى ناتش. كللت هذه المحاولة بعد ركنية من فرحات ورأسية جميلة جدا من ربيع مفتاح. يسجل الهدف الأول في الدقيقة 16 من الشوط الأول. محاولات أخرى من مولودية وهران خاصة عن طريق زعبية وكذلك العربي، لكن تدخل موفق لدفاع اتحاد العاصمة، ثم كادت الكرة أن تخدع ناتش ونهاية الشوط الأول بفوز اتحاد العاصمة بهدف مقابل صفر. ومحاولات أخرى من جانب مولودية أو من جانب مولودية وهران اتحاد العاصمة، والنتيجة وآخر لقطة لاتحاد العاصمة كانت من أندريا، ثم محاولة من زعبية وتمريرة ناحية شريف البعد اللاعب البديل الذي دخل، وضربة جزاء بعد تدخل شافعي. ضربة الجزاء يحولها بزاز إلى هدف التعادل، هدف مقابل هدف في الدقيقة 89. شبونس مولود وهران راهي تكون في مساويات لا باس بها منذ ما جاء المدرب. إن شاء الله نكملوا خدموا هكذا، نحطوا رجلنا في الأرض باسكو مازال الشامبيونات طويلة. بوركوا با ان شاء الله نجيبوا المانتي بديفيد بيسون، نقدروا يلعبوا حاجه واحده اخرى.